يوم ورا يوم، وفرح الأميرة رجوة السيف اللي بقى اسمها الأميرة الحسين لسه عامل قلبان على السوشيال ميديا، والناس كلها بتتكلم عنه عشان بيكتشفوا أحداث جديدة حصلت في الفرح ما كانش لسه حد سمع عنها. وفي التقرير اللي معانا ده هقول لكم على الأميرات الجميلات في الأردن. في العيلة الهاشمية اللي لها في الأضواء في الزفة والكلام عنهم بدأ يكتر، وفي واحدة منهم أخو العريس الأمير الحسين بن عبد الله بيخطط يتجوزها في المستقبل. أول ما الأميرات دول بدأوا يظهروا ويتشهروا وبدأ الكلام عنهم يكتر وعلى إطلالاتهم وأسعارها، كان في كلام عن الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إنه ليه ما اختارش واحدة من بنات العيلة الهاشمية الجميلات وتكون هي ملكة المستقبل. هو سؤال طبيعي ممكن أي حد يطرحه، لكن دايماً هتلاقي الحب أقوى من أي حاجة في الدنيا، عشان قلب الأمير وقع من أول نظرة لما عينه جت على رجوة وهي مع زميلته لما كانوا في مناسبة سوا. وطبعاً هنا ما حدش يقدر يقول للحب لا، تطلع بقى سعودية، تطلع من بلد تانية، الحب ما بيعرفش المسافات. وعشان كده الملك بن عبد الله والملكة رانيا راحوا على السعودية خطبوها من بيت أبوها وحددوا ميعاد الفرح، وكل حاجة ترتبت واتعملت تمام التمام. إطلالات الأميرات في العيلة الهاشمية كانت حديث الناس في السوشيال ميديا، وكلهم بدأوا يسألوا مين دول؟ يعني أناقة وجمال ودلال وفساتين جميلة. طبيعي السؤال يطرح نفسه. وقتها اتشهرت الأميرة هالة النور، ودي تبقى بنت هاشم بن الحسين أخو الملك عبد الله الثاني، ودي كانت لابسة فستان باللون الزيتي ومطرز والذهبي. والأميرة رايا بنت الحسين، ودي تبقى مرات السيد فارس، وكانت لابسة فستان لونه أزرق فاتح. وكمان ظهرت الأميرة رايا النور بنت هاشم بن الحسين، ودي تبقى أخت هالة النور وفستانها كان لونه بيج. والأميرة فهدة مرات الأمير هاشم لبست فستان لونه بني غامق، ودول يبقوا أشهر الأميرات الجميلة اللي ظهروا في الحفل. لكن هالة النور ورايا النور كانوا من أبرز الأميرات اللي الناس اتكلموا عنهم، ودول يبقوا بنات الأمير هاشم أخو الملك. وكمان ليهم أخت تالتة اسمها فاطمة العلية، وأخين هما الحسين حيدرة ومحمد الحسن. وهالة من مواليد أبريل سنة 2007، يعني عندها 16 سنة ولسه طالبة في تانية ثانوي. باباها يبقى أخو الملك وهو كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي، ومامتها الأميرة فهدة بنت أبو كيان من أصول فلسطين، ودي تبقى الزوجة الأولى للأمير هاشم بن حسين، وهي حفيدة الأمير تركي بن خالد السديري. كمان الأميرة رايا النور بنت هاشم لهفت الأضواء مع أختها، واللي يشوفهم يقول توأم، لكن رايا اتولدت في عمان بالأردن وتعتبر الإبنة الثلاثانية للأمير هاشم بن الحسين، وهي من مواليد 4 يوليو سنة 2008، يعني عندها 15 سنة، وتعتبر الحفيدة الثالثة للملكة نور. في بقى أميرة ظهرت في الفرح بيت قال عنها أنها العروسة المنتظرة، ودي سحرت الكل بإطلالتها. ودي تبقى الأميرة جليلة بنت الأمير علي بن الحسين، ودي تبقى بنت عم العريس الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن وهي عندها 17 سنة. ولبست الأميرة جليلة فستان سماوي لايت بلو ومعاه تسريحة شعر ناعمة منحتها طبعا أناقة وجمال، وكمان اختيار لمسات المكياج كانت مناسبة مع ملامحها وجمالها الخاص، ولون الفستان كان ماشي برضو مع لون عيونها. والإطلالة دي كانت من دار أزياء شون عالمية، والفستان من خامة الحرير وسعره أكتر من 2000 يورو حسب ما قال موقع دار الأزياء العالمية. الكلام كان على ظهورها مع ابن عمها التاني الأمير هاشم أخو العريس الصغير، والكل اتكلم عن مشروع قصة حب بينهم في المستقبل، وإن الأميرة جليلة احتمال كبير تبقى مرات ابن الملكة رانيا، لكن برضو الكلام على إنهم لسه صغيرين، لكن اللي واضح إن في علاقة كويسة بين الأمير الصغير والحسناء جليلة، وده الفرح اللي الناس مستنيها بين أفراد العيلة الملكة.